هلا يا جماعة الخير، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نشرح الميتابوليزم، وصلنا المن إلى الجلايكوجينيسيس. أوكي، شنو يعني تقصدين بالجلايكوجينيسيس؟ تمام، هنجيب هذه هنا. زين، راح نسولف اليوم عن الجلايكوجينيسيس. الجلايكوجينيسيس هي عبارة عن شنو؟ الجلايكوجينيسيس يعني شنو؟ يعني أني راح أجي وراح شنو؟ راح أخلق يعني من مجموعة جلوكوزات أخلق جلوكاجون. أوكي؟ فصحنا لها شنو؟ صحنا لها جلايكوجينيسيس. زين، شنو تقصدين بالجلوكاجون؟ شنو يعني جلوكوز؟ جلوكوز هو سكر، اوكي، اللي هو هذا كله احنا نعرفه. زين، الجلوكاجون اكثر من سكر، مرتبطات سويه سموها الجلوكاجون. فانا ايش راح اسوي؟ راح اسوي عمليه تخليق هذا الجلوكاجون، فشي يصير لها يصير لها شنو؟ يصير لها جلايكوجينيسيس. اوكي، جلايكو يعني شنو؟ جلوكاجون. جينيسيس تخليق، فأنا سويت تخليق المندل للجلوكاجون. منين سويتها؟ من مجموعة جلوكوزات تحدن سوية واحد بالثاني. زين، هذا الجلوكاجون تمام وين موجود؟ موجود بالليفر وموجود بالمصل. أوكي، زين، بالليفر جقد الحجم مالته أو جقد موجود بالكمية مالته؟ 100 جرام. وبالمصل أكثر يكون موجود حوالي من 300 إلى 400 جرام. يعني هاي الساعة مالت الليفر وهاي الساعة مالت من مالت المصل. هسه لحد هنا عرفنا شنو يعني جلايكوجينيسيس، هي عبارة عن عملية تخليق جلوكاجون. شنو يعني جلوكاجون؟ مجموعة جلوكوزات. أوكي، زين، وين ينخزن؟ بالليفر وبالمصل. ايش قد كميته بالليفر؟ 100. ايش قد كميته بالمصل؟ من 300 إلى 400. زين، اكلنا وجبه، اوكي، الفيد ستيت، اكلنا وجبه، صعد الجلوكوز او السكر بالجسم. اوكي، من صعد الجلوكوز او السكر بالجسم راح تتنبه البيتا سيل اللي موجوده بالبنكرياس، راح تفرز لي شنو؟ راح تفرز لي انسولين. اوكي، وهماتين راح تتغير الفسيولوجيه مالت الجسم حتى تاخذ هذا الجلوكوز الزايد، تجمعه تسويه على شكل شنو؟ تسويه على شكل جلوكاجون. زين، شلون دا تجمعه؟ اوكي، هذه هي البنيه او التركيب مالت مالت الجلوكوز. اوكي، الجلوكوز متكون من كم كربون؟ من 6 ذرات كربون. هاي C1 C2 C3 4 5 6. اوكي، هاي 6 ذرات الكربون ايش دا يسوون بيها؟ هذه ذرات الكربون، هاي ذرات الكربون راح ترتبط، اوكي، بمجموعه جلوكوز ثانيه. زين، هذه ذرات الكربون راح تجي وراح ترتبط بمجموعه جلوكوز ثانيه. اوكي، هي هاي مجموعه الجلوكوز الثانيه. عن طريق شنو راح ترتبط؟ هنا عندي مجموعه او اتش وهنا عندي مجموعه او اتش. زين، هاي المجموعه وهاي المجموعه شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه هاي الاو اتش تتحد ويا هاي الاتش. زين، هاي شو نسميها؟ ذره يا كربون رقم 1، وهذه يا ذره كربون رقم 4. تمام، هذني اطن الاتش والاو اتش مالتهن حررن لي مي، وارتبطن شنو؟ ارتبطن بآسرة وحدة. اوكي، هذه الآسرة الوحدة شو نصيح لها؟ نصيح لها جلايكوسيديك بون. اوكي، صحنا لها شنو؟ صحنا لها بالجلايكوسيديك بون. زين، هاي الجلايكوسيديك بون بين يا ذرة ويا ذرة كربون، بين ذرة 1 وبين ذرة 4. زين، ما دام هذه الآسرة هيجي عادلة، فش صحنا لها؟ صحنا لها الفا. تمام، هسه انا ربطت 1، اوكي، ربطت بيش ب4 عن طريق شنو؟ عن طريق الجلايكوسيديك بون الفا 1 4. زين، نجي هذه شنو؟ هاي عندي مجموعه سكر ثانيه. اوكي، هذه المجموعه السكر الثانيه تمام، هنا عندي ذره كربون 1 وهنا عندي ذره كربون 6. تمام، ايش راح يصير؟ اللي راح يصير انه مجموعه 1 ومجموعه 6 راح يطن العيتين، راح يطن او اتش واتش يحررن لي مي، وتبقى بس الاكسجين ترتبط بيناتها باسره. تمام، فسميناها هاي الاسره، سميناها الفا. ليش؟ لانه عدله. اوكي، الفا 1 6 لان ربطت الواحد بالسته، جليكوسيديك بونز. اوكي،
زين. فيب هذه هي الفكرة، الفكرة انه انا عندي مجموعة جلوكوزات وهسه شفناهن كل ذرة جلوكوز راح ترتبط بالثانية عن طريق بوند، اوكي يصيحولها جلايكوسيديك بوند، اوكي من راح ترتبط بيها راح تكون لي مجموعة ذرات، وهاي الذرات اللي هي تنجمع تمام بالنهاية شنو راح تعطيني؟ راح تعطيني جلوكاجون. زين من خلال عملية، من خلال عملية الجلايكوجينيسيس. زين هسه نجي نسولف عن هاي العملية، عملية تكوين ال جلوكاجون. شنو اللي دا يصير؟ اللي دا يصير بالضبط انه هذا الجلوكوز راح يجي يدخل من خلال القناة، تمام تمام. زين من اللي راح يشيله؟ اللي راح يشيله ناقل يصيحوله جلوكوز ترانسبورت تشين، اوكي، او يصيحوله جلوكوز ترانسبورت تشين يعني هيجي سي تي يو او سي تي سي تي سي جي تي سي او جي تي يو، اوكي. هذا الجلوكوز ترانسبورت، اوكي، اللي هو الناقل مالت من مالت الجلوكوز يحتاج طاقه، اوكي. فتجي الاي تي بي تعطي طاقه، تمام، تعطي طاقه. من تعطي طاقه ايش تطلع من عندها؟ اي دي بي. ايش ضل عندي؟ ضل عندي مجموعه فوسفيت وحده، اوكي. هاي مجموعه الفوسفيت راح تجي ترتبط بالذره السادسه، فايش راح تعطيني؟ راح تعطيني جلوكوز 6 فوسفيت، ما افتهمناها. الجلوكوز طب تمام، من طاب اوكي راح يريد ينقل، فمن يريد ينقل شلون السياره يحتاج طاقه، يجي الاي تي بي يريد ينقله، اوكي. الاي تي بي هو عباره عن شنو؟ عباره عن اي دي بي وفوسفات، اوكي. الفوسفات راح يعطيها للجلوكوز، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي جلوكوز 6 فوسفات، تمام. وش راح يحرر لي؟ راح يحرر لي اي دي بي. هاي اول شغله سواها. زين زين نجي المن الى الجلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت، اوكي، اللي هي مجموعه الفوسفيت قاعده وين؟ بالذره السادسه. راح تشيل من الذره السادسه للذره الاولى، فراح تتحول من جلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز 1 فوسفيت. زين من اللي راح يحولها؟ اللي هو فوسفو جلوكو ميوتيز، اوكي. فوسفو لانه صار عمليه تحريك الفوسفات. جلوكو ويا من حركوها بمجموعه الجلوكوز. ميوتيز صارت طفره، طفروها من 6 ل 1، اوكي. هسه احنا حفظنا الانزيم. زين وين وصلت؟ الى جلوكوز 1 فوسفيت. هذا الجلوكوز 1 فوسفيت، اوكي، راح يتحد ويا مركب كلش مهم اللي هو اليوريدين تراي فوسفيت. زين من اتحد ويا اليوريدين تراي فوسفيت، ايش سوى هذا اليوريدين تراي فوسفيت؟ من اتحد ويا ايش صار؟ صار انه انا عندي هنا مجموعه فوسفيت وحده، وهنا عندي تراي يعني ثلاث مجموعات فوسفيت، اوكي. فهاي مجموعه الفوسفيت اخذت مجموعه فوسفيت من نانا، تمام، وانكسرت الاسره. من انكسرت الاسره ايش حررت لي؟ حررت لي طاقه، اوكي. زين يعني ايش ضل عندي؟ كان عندي يوريدين تراي فوسفيت، انا اخذت وحده من عندها صارت يوريدين داي فوسفيت، اوكي. يعني ايش تحولت؟ تحولت الى داي، تحولت الى ثنائيه، تمام. وبعد هذه الفوسفيتاي اللي منا وفوسفيتاي منا اثنيناتهن ارتبطن وتحررن، فحررن لي طاقه. وصلت المن الى اليوريدين داي فوسفيت. لحد هنا هل اعيد الموضوع؟ أنا عندي جلوكوز، أوكي، هذا الجلوكوز طاب للداخل، شاله ناقل، هذا الناقل يحتاج طاقة، إجت الـ ATP، قالت له أنا أعطيك فوسفيت وأتحرر ADP، أعطيته فوسفيت، قال الفوسفيت أنا أجي وأقعد بالذرة السادسة، فسوالي شنو؟ سوالي جلوكوز 6 فوسفيت، بعدها قالهم أنا ما عجبني السادسة حشيل، شال من الستة للواحد، زين، منو ساعده حتى إنه يشيل؟ اللي هو الفوسفو جلوكوميوتيز، شلون أحفظه؟ أنا شيلت فوسفو. بيا مجموعة جلوكوز، وسويت أنا طفرتها من 6 لواحد في الفوسفو جلوكوميوتيز. هذه الجلوكوز 1 فوسفيت راح تتحد باليوريدين تراي فوسفيت، وهو عبارة عن مركب كلش مهم بعملية تكوين الجلوكاجون. زين هذا اليوريدين داي فوسفيت شنو اللي راح يسوي؟ اللي راح يسوي انه راح يجي ويتحد ويا الجلوكوز 1 فوسفيت، فهاي راح تعطي فوسفيتايا وهاي راح تعطي فوسفيتايا، يتحررن ويطلع اللي برا يطني طاقة. زين ايش ضل من اليوريدين تراي فوسفيت؟ يوريدين داي فوسفيت، لان كان ثلاث فوسفاتات، اوكي، ضل بس اثنين، اوكي، فتحول المن الى يوريدين داي فوسفيت. زين هسه انا صفى عندي جلوكوز ويوريدين داي فوسفيت، راح تصير له شنو؟
هذا اليوريدين داي فوسفيت اوكي ويا الجلوكوز اللي بيه راح يجي ويقعد. اني من راح يقعد؟ راح يقعد على مركب سهوله جلوكوجينين. اوكي هذا الجلوكوجينين بمجموعه برابطه، وهذه الرابطه مو جلوكوسيديك بوندز، اوكي رابطه زينه، اوكي رابطه ضعيفه، فراح يجي يقعد عليه. اوكي راح يجي هذا الجلوكوز العفو هذا الجلوكوجينين راح يجي يقعد عليه هذه المجموعه مالت من مالت الجلوكوز. اوكي من راح تقعد عليه مجموعه الجلوكوز ايش راح تسوي؟ راح تحرر يوريدين بعد ما لها علاقه به، اوكي يوريدين دايفوسفيت، اوكي لان هو كان شلون الحاميها هسه طاها للامانه وتحرر. زين شنو اسمها هاي العمليه صارت بها هاي الشغلات؟ اسمها اوتو جلوكوسيليشن. اوتو يعني ذاتي، جلوكوسيليشن يعني عمليه تكوين جلوكاجون بشكل ذاتي. زين راح يجيني انزيم، شنو اسمه هذا الانزيم؟ اسمه جلايكوجين سينثيز. اوكي الجلايكوجين سينثيز هذا الانزيم اللي هو بالضبط راح يكون لي جلايكوجين. ايش راح يسوي هذا الانزيم؟ هذا الانزيم تمام راح يدز يوريدين بيتها جلوكوز. فشنو اللي راح يسوي؟ اللي راح يسوي انه دز يوريدين بيتها جلوكوز، بس راح تجيب الجلوكوز وتصفط، تبدا تصفط تصفط وتحرر يوريدين. تمام يعني هذه الوظيفه العفو من هذا الانزيم. زين هسه افتهمنا شنو اللي راح يسوي. اوكي زين هذه الجلوكاجون ما يكون بهذا الشكل العمودي، يكون متفرع اوكي ببرانشات. فانا ايش راح اسوي؟ راح اخذ هذا الشكل العمودي اوكي وراح اجيب انزيم اللي هو السهوله برانشينج انزيم. هذا الانزيم ايش راح يسوي؟ راح يقص اوكي ويجيب منه يلحم، يقص ويلحم، يقص ويلحم، اوكي؟ حد ما يسويه بشكل شنو؟ بشكل متفرع. زين من اللي راح يعني هو اللي راح يساعد هو البرانشينج انزيم. زين من قص ولحم هذه ايش راح نسميها؟ اول شيء هو قص، اجى لحم. زين بين وين لحم؟ لحم بشكل الفا، اوكي بشكل هيك افقي. زين بين منو ومنو؟ بين ذره واحد وذره سته، اوكي فلحم بين الواحد والسته، فسميناها الفا واحد سته جلايكوسيديك بوند. هذه هي الاثره، اوكي فبدا شنو؟ يقص ويلحم، يقص ويلحم. زين هو مو قص منا، لحم منا، هذا الفراغ منو ملا؟ اللي ملا هو نفسه الجلوكوجون سينثيز، هذا الجلايكوجين سينثيز ايش راح يسوي؟ همتين هو مستمر يجيب جلوكوز بديوريدين، يوخر اليوريدين يقعد جلوكوز، وعلى هاي السالفه يعني واحد يبني وواحد يهدم ويلحم، حد ما تصير شنو؟ حد ما تصير بشكل شنو؟ بشكل برانشات. بهاي الحاله انا ايش سويت؟ سويت جلوكاجون اوكي بعمليه الجلايكو جينيسيس. فهسه فهمت انه انا شلون دا اسوي جلوكاجون من جلوكوز. اوكي